كل حالاتها خايبه، مي كيكون داك الشوق انك تجي وتشوف عائلتك وصحابك وكل شيء، فالحمد لله. الغايب حشتو معاه داكوغ. انا هاد العام كله يعني كان قرار يعني اختياري انني ما نخرج حتى شي حاجه لمده سنه، من يعني ومن بعد هاد العام يخرجوا اعمال. هاد العام شنو كنت ندير فيه؟ كله كان تحضيرات، يعني كنت مشيت لبيروت في الاول ديالو، كنت درت الغولوكينغ، ابخي بديت كنقلب على اون شانسون اللي تستاهل هاد الغياب كله. من بعد كانت صورت فيديو كليب اللي خدمني بزاف ديال الوقت، حيت ما بغيتش ندير اي حاجه، خديت وقتي باش نجمع تيمورك كله اللي غيخدم معايا، وتيمورك اللي يكون كيبغيني باش يعطيني شي حاجه زوينه. مجدى لي واحد الاغنيه زوينه بزاف مغربيه، سميتها هذا دحياني، كنتمنى تعجبهم. انا غنهضر بكل عفويه، تصور الاغنيه انا تخيلت حتى تخيلت وما تخيلتش ان يعني الارت دايركتور غيدير لي داك الديكور. في الاول كنت بغا نصور في المغرب والحيت انني نصور في المغرب، الظروف الطقس وهذا خفنا اننا نجي كنت غادي نجيب معايا تيمور كله من تما اننا نجي نصور ويكون شي مشكل في الطقس ولا هذا، خصوصا ديك الايام ديال التصوير اللي حنا اختارينا كان بزاف عندنا ديال البرد وهذا. فبحكم ان اسلام الفولي اللي هو المخرج الكليب اصلا كيحماق على المغرب بواحد الطريقه ما نقولش لك عليها، فاش قلت له ما غاديش تصور في المغرب تقلق قال لي انا ما غاديش نخلي هذه الاغنيه وعاجباه ومتبنيها وبغى يصورها، وبحكم ان تيمور كله ديالو في مصر فصورناها في مصر. لكن انا كنت متخوفه من ان يعني الكليب ما يجيش ذو طابع مغربي، والحمد لله نهار تصورت صدمت ان الارت دايركتور اصلا لقيت عنده كل شيء، داك الشيء اللي كنحتاج باش ندير ان كليب طابع مغربي، لي زاكسيسوار اللبس كل شيء، والحمد لله يعني كنت فرحانه بزاف داك النهار واكسيتي لواحد الدرجه انكرويابل، وكنتمنى الكليب يعجب الناس وان شاء الله يعجبو. الاغنيه بعنوان دادا حياني، الحان وكلمات خالد سلام، توزيع رشيد محمد علي، واخراج اسلام الفولي، والارت دايركتور اللي تعب معنا بزاف وعطانا داك الديكور اللي غادي تشوفوه ان شاء الله هو كامبا. فكنتمنى يا ربي يا ربي يعطينا على قد تعبنا لانه فعلا عيينا بزاف، وكنتمنى فعلا ان داك يعني داك لو كومبل ديال داك النوع ديال الكليب مع الاغنيه يعجب الناس. انا ما غبتش في السوشيال ميديا، يعني ديما كنت كنحاول على قد ما نقدر انني نكون موجوده ولو بصور. الاعمال فعلا ما كانتش، ولكن في ديك السنه اكيد ما كناش جالسين، كنا فعلا خدامين وخدمنا على بزاف ديال الحوايج اخرين اللي غينزلوا من بعد. كاين اغاني اخرى جاهزه وكاين البوم غنائي مواجد مازال ما قررناش امتى غادي يخرج، فالبوم اغاني قديمه كوفر يعني. فبالنسبه لديك الفتره ديال رولوكينغ فعلا مشيت لبيروت، وانا ما غاديش نكذب عليك بحال كما كيديروا بزاف الناس، لا ما درتش تجميل سي، درت تجميل على لوني على نيفي فقط وهوليود سمايل، ما غاديش نكذب. عنديش دخل في هادشي، يعني كل واحد يدير اللي بغا وكل واحد حر في راسو، طبعا كنحترم كل شيء. وانا ماشي ضد فكره جميل لانه الفنان ديما لي فان ديالو والناس اللي كيبغيو يشوفوه بواحد الشكل اللي هو مثالي، فما فيهاش مشكل الا كان شي واحد عنده شي كيشوف انه هو يكون حسن بجميل، انا ما عنديش مشكل. انا في الاول كان عندي مشكل، كنت نخاف كنقول لا، انا حتى ملي كنت في الاكاديمي كنت ديما كنسول لي فان بغيت نصيبني فيه، كانوا يقولوا لي لا ما تصيبيش راكي زوينه هكاك، وكنت خايفه بزاف. من بعد ملي مشيت بقيت تنسول على العمليه واش غتاثر لي على الصوت ديالي ولا لا، الحمد لله لقيتها بانه يعني عمليه ولات سهله بزاف لانه لا تكنولوجي الحمد لله، العمليات ما بقاوش صعاب بحال الاول وما تاثرش لي على الصوت ديالي اللي هو اهم حاجه عندي. فالحمد لله يعني دازت العمليه مزيان وما كانش عندي مشكل، وما عنديش مشكل ان الفنانات يديروا التجميل، ماشي غير الفنانات، النساء كلهم يعني السيدات المره ديما كتبغي تشوف راسها زوينه، فانا ما عنديش مشكل شخصيا. بالنسبه لسعد مجرد انا شهتي مجروحه فيه طبعا، بعيدا على انه فنان هو انسان بزاف، انا كنت لقيت معاه من قبل يعني استقبلني بواحد التواضع وواحد الطيبه وواحد الاخلاق، هو انسان رائع جدا قلبه كبير، ماشي بحال بزاف ديال الفنانين كنشوفهم ما كيبغيوش قالك خوك في الحرفه عدوك، نو سعد مجرد ماشي هكذا ابدا،
شجعني وقال لي زعما عطاني بعض النصائح ديك الساعه. بالنسبه للاغنيه هي ما نحتاجش نعطيك رايي، يعني اغنيه رائعه جدا. هو اصلا عنده ان ستايل ديالو، ديما الاغاني اللي كيختار عنده واحد الطابع ديالو هو ديال سعد، ما كاينش شي واحد اخر تيدير في حاله. حتى فاش كنكون جالسه في شي مجمع ديال الاصدقاء ديالي ماشي مغاربه، كنكون فخوره بانني نقول سعد مجرد مغربي. حتى هما كيهضروا عليه بواحد الطريقه، يعني ما شاء الله هو فخر لينا كلنا. وكنتمنى ليه التوفيق يا ربي، ويا ربي يرجع لبلادو في مره، كنتمنوا هذا الشيء كلنا. بالنسبه لبعض الاغاني اللي كيف ما قلتي اللي كيستعملوا بعض الكلمات يعني الموسيفه شويه باش يديروا لو بوز، ما عرفتش انا اصلا ضد اي بوز نيجاتيف في العالم. يعني ما كنبغي نتخاصم، ما كنبغي نتضارب، ما كنحملش لي شانسون اللي فيهم مخيب باش دير ان بوز. سا سيغ انت فنان، عطاك الله واحد الموهبه، استعملها في شي حاجه ان بوز بوزيتيف، يعني عوض ما تقلب دير ان بوز نيجاتيف قلب دير ان بوز بوزيتيف. انا طبعا ضد اي واحد غادي تسولي، يمكن غتسولي اي واحد دابا غيقول لك انا ضد، لانه الفن هو فن، خصو يكون فن راقي، في كلمه، في لحن، في موسيقى. فعلى قد ما نقدروا اننا اوكي نستعملوا الكلام اللي كيتفهم بالعامه اوكي، بس ما يكونش مصيف وما تقدرش تسمعيه في الدار حدا باباك حدا ماماك. انا ضد طبعا، مع احترامي يعني جميع اصدقائي الفنانين كنحترمهم، لكن هذا رايي الخاص. البوز ولا مهم في حياه الفنان، لكن انا طبعا مع البوز بوزيتيف اللي هو ايجابي، ماشي البوز نيجاتيف. البوز نيجاتيف سهل بزاف انك تشهر. انا عمري ما كنت باغا نكون مشهوره، كنت باغا نكون فنانه مشهوره. يعني باش تكون فنان مشهور ومحبوب عند الناس خصك دير ان بوز بوزيتيف. حتى نهار تفكر انك دير شي حاجه باش توصل الناس، ديرها شي حاجه ايجابيه. وبالنسبه لنسبه المشاهده، لا هي مهمه بزاف، والتي هي دابا مقياس لان الفنان واش فنان ولا ماشي فنان. مع ان انا ضد هذه الفكره، لانه الفنان راه فنان بعيدا على شحال جاب في يوتيوب ولا شحال جاب. حيت كنشوفوا بعض الناس كيديروا غير دي فيديو كيهضروا وكيجيبوا نسب مشاهده عاليه اوكي. يعني هذا ما كيعنيش ان ذاك الشخص راه فنان. اوكي هو مشهور، دار ان بوز نيجاتيف تشهر به، لكن ماشي فنان. ونسبه المشاهده يعني اون جينيرال هي مهمه بزاف، ولات واحد المقياس اللي كنقولوا بان هذا الفنان واش واعر ولا لا. انا ضد. تيبقى على تواصل ببعض اصدقائي من الاكاديمي، ماشي كلهم بحكم ان الانشغالات وكل واحد مشغول بالخدمه ديالو. كاين اللي خلى الفن اصلا وتزوج يعني فقط انشغالات الحياتيه هي اللي خلاتنا ما نهضروش. لكن انا على تواصل مع خصوصا نور فرواتي اللي معايا يعني هو في المغرب، كنتلاقى معاه بزاف. عندي بزاف الفنانات مغربيات، يمكن هما ما عارفينش هادشي، لكن انا غنقولو كيعجبني صوتهم بزاف وكيعجبني الستايل ديالهم بزاف. يعني اكثر عندك اسماء المنور، هدى سعد، نبغي ندير معاهم ديو. وواحد الصديقه ديالي اللي عزيزه عليا كنفكر فعليا انني نقترح عليها واحد الصوت رائع اللي هي خوله مجاهد. جادوغ سافوا خوله، كنبغي صوتك بزاف واحد الدرجه ما تخيليهاش، زائد انك صاحبتي بزاف و فالا درنا ديو غيكون زوين من بعد نهضروا. الخطوه القادمه هي الكليب ان شاء الله، وعندي واحد لا سوربريز من مور الكليب ديريكتومون غادي نعلن عليها. ومن بعد كاين بزاف الاعمال اللي غادي يطرحوا، وهذا العام الحمد لله غادي يكون زوين بزاف الناس اللي كيتسناوني يعني كظهور اعلان. بعدا كنبغي نقول لي فان اللي جاو استقبلوني وحتى اللي ما قدروش يجيو، كنبغيكم بزاف بزاف، وراكم عارفين معزتكم عندي. شكرا بزاف حيت وقفتوا معايا في اوقات يعني صعبه فاتت، راكم عارفين علاش نهضر. شكرا بزاف حيت استنيتوني عام كله وانا ما نزلت لكم حتى شي حاجه وانتم كتسناوني. كنبغيكم بزاف، اي لاف يو، وتسناو الجديد ديالي ان شاء الله قريب. كنبغي نقول جمهور سلطانه شكرا على المتابعه ديالكم والاهتمام ديالكم. تسناوني وتسناو كل جديدي على سلطانه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.